أنا اسمي أوليفيا عادل، سنة رايحة سنة تانية كلية صيدلة في الجامعة البريطانية. زي مرنا. المشروع بتاعي كان بيتكلم عن علاج فيروس سي. زي ما احنا عارفين البرزنتيشن مش واضحة قوي، بس أول ما الفيروس بيدخل الخلايا اللي في الكبد بيبدأ ان هو يتوزع في الخلية، واللي في الدائرة اللي تحت دي هي دي البروتينات بتاعة الفيروس، دي اللي مسؤولة عن تكراره جوه الكبد. فهدف البحث هو ان هو يقضي على اهم البروتينات الموجودة هنا عن طريق تطوير مركب طبيعي زي الجاليك أسيد. وبدأنا اول خطوة باستخدام الكمبيوتر زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق، نقدر ان احنا نقيس قوة الترابط ما بين المركب وما بين البروتين لحد ما نوصل لأعلى قوة ترابط ونطور من المركب، وبعدين ناخد النتائج من الكمبيوتر ندخل بيها المعمل. اشتغلنا في المعهد القومي للأورام وجربنا على المركب بتاعنا على خلايا الكبد المصابة بالفيروس، ودي صور اللي تحت احنا واخدينها بالمايكروسكوب يعني من المعمل. وحاليا بنستكمل الأبحاث في مركز النانو تكنولوجي في الجامعة البريطانية عشان نسهل وصول المركب للخلايا المصابة بالفيروس. شاركت في أكتر من مسابقة جوه مصر وبرا مصر، زي مسابقة جينيوس أولمبياد دي كانت في أمريكا، شارك فيها 72 دولة وحصلت فيها على الميدالية الفضية. وفي يوليو 2019 تم تكريمي من رئيس الجمهورية. بشكر ربنا طبعا، حقيقي كل الشكر يرجع على ربنا، لأن هو بيختار الضعيف وبيختار الجاهل عشان يستخدمه ويكون بيصنع بيه أمور عظيمة تمجد اسمه. بشكر كمان طبعا كنيسة البابا على تشجيعه واهتمامه بينا، وبشكر نيافة الأنبا بيمن وأبونا مارتيروس لأن بمساعدتهم قدرت أحصل على منحة. بشكر كمان كل عائلتي وصحابي اللي جم، وبشكر تيتا على صلاتها علي. شكرا. ايه اللي خلاكي تعملي البحث ده بالذات يعني؟ انا بدات من وانا في ثالثه اعدادي، كنت دخلت تعملي ايه؟ بدات ادخل زي ورش عمل لتعليم البحث العلمي، كان نفسي اكون بعمل حاجه مختلفه، وكان بابايا طبيب فقعدت اسأله ايه الامراض اللي موجودة دلوقتي، فكان بيقولي على حاجات كتير منها فيروس سين. مصر اكتر دولة في العالم بتعاني من الفيروس، وده حمسني اكتر ان يكون بشتغل على المرض ده. وده يفيدنا بايه البحث بتاعك؟ ده بيفيدنا، هو كمان بيركز في مصر على النوع الجيني الرابع، فهو حاجة متخصصة للنوع المنتشر عندنا في مصر، مختلف عن النوع اللي في امريكا واوروبا. واستخدم يعني طب؟ احنا لحد دلوقتي لسه بنستكمل التجارب، والنتائج لحد دلوقتي هائله جدا، وبنستكمل في الجامعه البريطانيه. شكرا 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 اوليفيا.